هنعمل النهارده صدور فراخ بالكاري، وكمان هنعمل عصير منعش فريش كده وجميل من البطيخ. هنعمل كمان طبق ما يختلفش عليه اتنين برضو بالبطيخ، اكيد عرفتم جبنه وبطيخ. حلقتنا النهارده بروح الصيف اللي جاي متوصي علينا جدا جدا، واحنا قدها وقدود. بس قبل اي حاجه هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع لكم بسرعه، استنونا. ورجعت لكم بعد الفاصل، بقرا كومنتاتكم اللي هقراها على الهوا دلوقتي، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل اكله زي ما قلت لكم سهله جدا حلوه قوي، هنعملها بالكاري. الكاري لو عرفتوا فوايده هتدخلوه في اكلات كتير، هو حاجه حلوه جدا. تعالوا نقول مقاديرنا وبعدين اقول لكم ايه فوائد الكاري اللي هايله وعظيمه ومحتاجينها كلنا في وقتنا ده. تعالوا قبل اي حاجه هقول لكم النهارده اكلتنا ايه، واحنا بنعمل اكلتنا هنحكي حكاوي كتير قوي، هنقول فوائد الكاري وكمان هقرا كومنتاتكم. تعالوا نقول هنعمل دجاج بالكاري. محتاجين 500 جرام صدور دجاج، الصدور الدجاج اللي هي مش بانيه علشان اقطعها مكعبات. هنحتاج واحده بصل مفرومه، هنحتاج 3 كوبايه لبن كبيره و2 معلقه كبيره دقيق، معلقتين كبار كاري وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ مش موجوده مش مشكله. هنحتاج زيت زيتون، مكعبين زبده، 2 معلقه كبيره ثوم مفروم، وطبعا علشان يبقى في صوص كريمي غني جدا 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 هنحتاج معلقتين كبيره جبنه كريمي بالقشطه من بورلاند، وكمان هنحتاج ايه؟ هنحتاج الفراخ بس كده. هنقول مقاديرنا تاني بسرعه. هنحتاج صدور دجاج، بصل مفروم، 3 كوبايه لبن، 2 معلقه كبيره دقيق، معلقتين كاري، ملح، فلفل اسود، بهارات دجاج، زيت زيتون، زبده، ثوم مفروم، وطبعا جبنه كريمي بالقشطه من عبورلاند، وطبعا طبعا لبن كامل الدسم من عبورلاند. الاكله دي يا جماعه مش عايزه اقول لكم بسيطه قد ايه، هتحبوها قوي قوي قوي، هايله لوقفه الصيف، الولاد كمان هيحبوها، دي محدش يختلف عليها ان اكله مطاعم. النهارده طبعا مش شرفني ومنورني منتجات عبورلاند اللي دايما ما بستغناش عنها في مطبخي ولا في وصفاتي. اول حاجه هجيب الفراخ وهقطعها مكعبات، عشان كده بقول لكم هنجيب صدور كامله صحيحه وهنقطعها احنا المكعبات دي، شايفينها كده. ممكن نعملها بانيه زي ما انتوا عايزين، بس انا ايه احيانا بعملها كده واحيانا بعملها كده. جت عندي بانيه بعملها بانيه، صدور كامله بعملها. الاكله دي بلجأ لها على طول على طول طول الوقت لانها غنيه جدا، بحط كل حاجه في حله واحده وهوب اديله، ما بقاش عندي مواعين خالص. فالاكله دي هتجربوها هتحبوها، الولاد هيحبوها، هيفتكروا ان انت واقفه بقالك ساعات عماله تطبخي بقى وتعملي، وهي زي ما انت شايفه الموضوع هيبقى سهل قوي قوي قوي. طمنوني عليكم بقى، قولوا لي عملتوا ايه في اجازه العيد، قضيتوه ازاي، رفعتوا شعار المطبخ مغلق للتحسينات زيي ولا وقفتوا وعملتوا اكل؟ احكوا لي كده يعني، كلموني واحكوا لي، او هقرا كمان كومنتاتكم على البوست اللي انا لسه منزلاه. وايه هنحكي مع بعض، الاكله النهارده سهله جدا مش محتاجه اي حاجه ولا اي مجهود، وانتوا هتجربوها هتحبوها قوي قوي قوي. خلاص كده انا قطعت كل الفراخ اللي عندي، بصوا نص كيلو قطعته مكعبات، عمل لي كميه حلوه جدا. اول حاجه بقى دلوقتي هعمل ايه، عندي الووك سخنه جدا، هروح نازله بمكعبين زبده كالعاده، وطبعا نحط شويه زيت زيتون علشان ما تتحرقش. بس كده هننزل على طول بالبصل غنية قوي والثوم. اوكي، ونقلب تقليبة اهو. طبعا احنا حفظنا لما نيجي نشتغل في الفراخ او في اللحمة لازم عندنا الحاجة اللي نكون شغالين فيها تكون نارها عالية علشان الحاجة ما تنزلش العصارة اللي فيها وتشد معانا ويبقى طعمها مش حلو. عايزه اقول لكم وهفضل اقول لكم، الفراخ لما بتنزل العصاره هي واللحمه اللي فيها، اللحمه بتشد معانا ويبقى طعمها وحش. كتير بنشتكي ان احنا بنجيب لحمه بنسويها بنلاقيها بتشد معانا، لا دي بتاخد وقت التسويه كبير، كل حاجه وليها طريقه تسويه، وده اللي انا بحاول اقوله لكم في كل مره بنعمل فيه اي اكل. خلاص انا هنا
اديتها تشويحه بسيطه جدا. هروح حاطه الفراخ بتاعتي، الريحه طلعت حلوه قوي مع الزبده بقى والثوم والبصل اهي، واقلب كمان تقليبه، هسيبها الاول شويه اهي عشان تاخد ايه. وكمان هقول لكم ان كل ما بنشتغل في حاجه كبيره ده بيسهل علينا عمليه التسويه وبيخليها افضل. خلاص يعني احنا دلوقتي شغالين بنص كيلو، الحاجه عندنا اكبر من نص كيلو، بس ده لانها علشان الحاجه تستوي عندنا افضل وتبقى كلها مفروشه عندنا كده ايه زي ما انتم شايفين في الوك بتاعتنا. بصوا مجرد ما حطيتها هبدا اقلب، هلاقيها اخدت سيننج من الجنب ده، ولما هقلب هتاخد سيننج من الجنب التاني. تيجوا بقى اقول لكم يا حبايبي فوائد الكاري العظيمه. تعالوا نقول اولا هو حلو جدا طول الوقت، وخصوصا الوقت اللي احنا فيه ده بسبب طبعا انتشار وباء الكورونا، يا رب يحفظنا كلنا ويا رب ما حد يمر ابدا بتجربه وحشه ولا يفقد عزيز. الكاري بقى مكافحه بكتيريه عاليه. الكاري بيحتوي على خصائص مضاده للبكتيريا، مضاده للفطريات اللي هي بتعمل على منع العدوى اساسا، كمان بيعالج التهاب الامعاء، اي التهابات في الجسم بيقللها وبيعالجها، تمام؟ بيحسن عمليه الهضم. تعرفين الكبد هو مخزن السموم، هو بيزيل السموم من الكبد، بيزيد معدل الحرق، يعني احنا لو عايزين نخس نحط في اكلنا كاري هيزيد معدل الحرق، كمان هيحافظ على صحه العظام. مكافحه الشيخوخه، اي الام عندنا في جسمنا بيخففها، بيحافظ على صحه القلب. مش عايزه اقول لكم حطوه في اكلكم بيدي طعم تاني للاكل، عايزه اقول لكم انا بحطه على الفول، هتستغربوا. طب صدقوني الفول بشويه كاري الصبح كده طعمه حاجه تانيه، مش عايزه اقول لكم طعمه حلو ازاي. بحط الكاري ده على الفول، جربوه قولوا لي رايكم. كاري وليمون، وبحط عليه كمان بقى شويه زيت زيتون ومش عارف ايه وكده، لا بيبقى طعم تاني وبيديله لون حلو جدا. وكمان انتوا قبل كده انا عملت هنا دمست الفول وحطيت فيه كركم وكاري، لا طعمه بيبقى حاجه تانيه. بصوا بقى انا حطيت دلوقتي ايه الفراخ، واديتها تشويحه حلوه جدا. هحط بقى عندي الملح اهو، واحط طبعا الفلفل الاسود، حط بقى الكاري معلقتين حلوين كده لان ده اللي انا بعتمد عليه في اللون. وهنا رشه ايه بس بهارات فراخ بسيطه صغننه كده، وهقلب اهو. خلي بالنا ما بزودش الملح لان الكاري بيكون فيه اصلا توابل، يعني الكاري ده عباره عن شويه توابل كمان، فمن ضمنها ممكن يكون ايه لو حطينا ملح من الاول كده زياده لا هيفصله، هي ممكن يخلي الطعم اولا حامي، فالفلفل الاسود نقلله، وكمان هيخليه ايه هيخليه حادق، فاحنا نقلل الاثنين دول. تعالوا نقرا شويه كومنتات بقى لحد ايه من تليفوننا الحلو ده كده، احنا فاتحين الواي فاي طبعا اهو. منوره يا قمر. غاده حسن حبيبتي ربنا يخليكي صحه، وهنا محمد وليد شكرا منى محمد عسوله قمرايا حبيبتي ربنا يخليك، عيونك اللي حلوه. نجدي سمير منوره الدنيا كلها يا شيف، ميرسي جدا. تها عدلي حبيبتي يا فافا يا قمر شكرا. الجنرال شاهين منوره ربنا يخليكم. سمير لبيب، تاسوني نعمت، جولانا، مجدي سمير، اريني، ازاي موزاريلا تمط وتبقى سايحه زي بتاعه المحلات؟ بسيطه جدا، قبل ما بشتغل بيها بحطها في درجه حراره المطبخ، ما ينفعش خالص اخرجها من الفريزر اشتغل بيها، ده رقم واحد، لازم تبقى بدرجة اولا ما فيهاش اي حاجه متجمده مش ساقعه خالص، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم الفرن عندي يبقى سخن جدا 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 جدا، يعني على درجه حراره 200، وقبلها هو سخن مثلا لمده تلت ساعه، ادخل الحاجه جواه الموزاريلا ساعتها لا هتشد ولا هتبقى بحالها كده على وش الاكل اللي احنا بنعمله خالص، هتدخل الموزاريلا هتصيح مباشره. يبقى حاجتين مهمين جدا عشان الموزاريلا تطلع معانا سايحه، اولا ما اطلعهاش من الفريزر او اطلعها من التلاجه واشتغل بيها، لازم تبقى بدرجه حراره المطبخ يعني مش ساقعه ولا حتى متجمده، وكمان هيكون الفرن عندي سخن ادخلها على طول ايه
تسيح بقى وتمط وتبقى معاكي حلوه جدا. اجمل فيفا شكرا. خلاص كده يا رينا انا جاوبت عليكي، وحشتينا، انا بحبك قوي متابعاكي من زمان، شكرا يا سلوى. يعني انتصار علي قلبين. شكرا. هاله فؤاد منوره، ربنا يخليكم منوره. المطبخ كان مغلق للعيد، كلنا يا رندا المطبخ اغلقناه في العيد بصراحه، ورفعنا شعار مغلق لحين اشعار اخر. بس ادينا رجعنا، بس انا رجعت لكم زي ما قلت لكم بوصفات سهله جدا هتسهل علينا وقفه المطبخ، هتعجب الولاد قوي قوي قوي، ما تقلقوش هيحبوها جدا. شايفين الحبه اللي سبت فيهم الفراخ؟ بصوا بقى اتبلوا حلو جدا ازاي. دلوقتي بقى هحط الدقيق. انتوا عارفين انا ما بشيلش هم ان اعمل صوص مع الفراخ، ليه؟ او ان انا اقعد اقلب بقى وكده، بحط الدقيق واقلب، فالدقيق بيحصل له ايه؟ بيختفي تماما خالص خالص، ما بشيلش هم. حاضر، ما بشيلش هم خالص. عشان نعمل صوص بقى، احنا هنعمل صوص ايه بقى؟ بشاميل كده. مستر طلع بيقول لي ده وظيفته ايه؟ مخرجنا اللي كان يعني مش كان وحشنا جدا جدا في رمضان، والله ربنا يخليك يا مستر طلعت دايما منورنا. بصوا بقى، الدقيق بقى علشان نعمل بيه الصوص. بص اول ما حطيته على الفراخ خلاص ربط، اروح حاطه ايه على طول؟ اروح حاطه بقى اللبن بتاعي اللي هو كامل الدسم من عبور لان، اروح منزله كده. ولا بقى هشيل هم ان انا اقعد اقلب لحسن اللبن مع الدقيق كلكع خالص. اللبن بيغلف الفراخ عندي، ما بيشيلنيش هم ابدا ان اقعد ايه اقلب. بس كده اهو التوابل دي بقى لما تنزل في الصوص بقى اللي احنا تبلنا بيها الفراخ بتدي طعم عظيم. اهو دلوقتي بقى هنحط ايه؟ طبعا طبعا ايه؟ الجبنه اللي هي بتخلي الصوص بتاعي مختلف غير اي صوص، غير شويه لبن ودقيق وخلاص، اللي هي الجبنه كريمي من عبور لاند اللي هي بالقشطه دي. يا جماعه المفروض انا في الاكله دي احط بقى كريم الطهي او ساور كريم او الحاجات دي كلها، لا بصراحه انا بكتفي تماما بمعلقتين ثلاثه من جبنه كريمي بالقشطه من عبور لاند، وانسوا الطعم، طعم تحفه بيخليها كريمي قوي قوي وحلوه قوي. بصوا قوامها كمان عامل ازاي، شايفين؟ اهي طبعا دي بقى على سندوتشات كمان، طبعا دي على سندوتشات كمان تبقى تحفه تحفه. اخدت معانا الاكله وقت، لما تقدميها بقى تشوفوا هنقدمها شكلها ازاي. طبق مطاعم فاخر متكلف، واحنا ولا حاجه ولا عملنا اي حاجه، ولا هنقف في الصهد ساعات علشان نطبخ الاكل بتاعنا، ولا حتى هياخد وقت في تسويته، كله سريع سريع مفيش احسن منه. طيب لحد ما تبدا تغلي كده هنروح فاصل صغير، نرجع لكم بسرعه، استنونا عشان تشوفوا هنقدمها ازاي وكمان هنعمل بقيه اطباقنا. فاصل صغير نرجع لكم بسرعه، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، بنعمل اسهل اكلات الصيف، الصيف داخل علينا بحره ومفرهدنا كلنا، عايزين الاكل سهل سريع، مش عايزين نولع البوتاجاز مده كبيره علشان لا يصهدنا ولا يصهد الشقه. كمان وقفه المطبخ كمان بتبقى لا مجهده ومتعبه جدا في الصيف، بس احنا مضطرين كلنا كامهات ربات منزل جمال كده، محتاجين ان احنا نعمل اكل حلو جدا للاولاد ونغذيهم كمان، يعني ما هو عشان مش هنقف في المطبخ وهنستسهل وقفه المطبخ، فمعقوله يعني ناثر مع اولادنا حبايبنا فلذات اجدادنا اللي هم بنقف في المطبخ في الاخر نقول لهم تعالى حبيبي كل، تعالى حبيبي ماما كل، وفي الاخر يقولوا لي مش جعانين مش جعانين، الاكله دي مش هيقولوا لك كده انا واثقه. بصوا بقى الاكله دي انا بقدمها مع ايه؟ بصوا بدا يربط ازاي اهو. الاكله دي انا بقدمها مع ايه؟ مع رز ابيض، شويه رز ابيض مفيش اسهل منهم. هنحط الزبده عليها شويه زيت او السمنه زي ما انت عايزه، وهتقلبي فيها الرز شويه كده حلوين، هتحطي
رشه حبهان باودر بيخلي الطعم حلو قوي، ملح وفلفل اسود بس كده، وتحطي الميه السخنه عليها وتسيبيه يستوي. مفيش اسهل من كده. وانتي قبل ما تبداي تعملي ايه الخلطه الحلوه بتاعتنا دي اللي هي فراخ بالكاري، على فكره دي اختراع، يعني الاكله دي مستوحاه من ايه، من مطبخ الهندي، لكن هي ملهاش اصل، يعني دي اختراعي. انا بحب الكاري جدا وبحب وقفه، انتوا عارفين وقفه السريعه بتاعه المطبخ، فاسهل حاجه ان انا ايه اشغل دماغي. بحب الكاري وعندي فراخ، طب تعالى هوب 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 هنعمل صوص عليها، صوص حلو قوي بيخلي الاكل طري والاولاد بيحبوه. وكمان احيانا بعمل الرز ده بالخضار، خضار عادي، كيس خضار فيه فاصوليا بسله جزر، واحطه كمان اديله تشويحه قبل ما احط الرز، واحط الرز خلاص بقى كده عندي. بصوا عملنا من نص كيلو كميه قد ايه، وبصوا الصوص حلو قوي ازاي، ولونه طبعا كاري يجنن، حلو قوي اهو. عايزين تخففوه شويه باللبن، على فكره خففوه مش عايزين خلاص. طيب علشان اقدمه بشكل ايه لطيف حلو، هجيب كده طاجن، لو عندكم طاجن اللي هو بتاع اللي هو بتاع استنى بس عشان كده هنا هيقفل، اللي هو بتاع الكيك يبقى حلو قوي. خلاص اجيب طاجن، لكن لو ما عندناش الطاجن بتاع الكيك هروح عامله كده، واروح جايبه شويه رز حطهم هنا اهو، وجايبه دي في النص عشان احط حواليها، علشان في الاخر احط ايه الرز الطبق بتاعي ده اللي هو بالفراخ في النص، واعمل شكل قليان ايه حاجه متكلفه قوي قوي قوي، حاجه عظيمه. زي ما قلت لكم العين بتاكل قبل اي حاجه، والولاد بيعزوا جدا الاكل اللي هم شايفينه مختلف وجديد. يا مامي ده انت يعني النهارده بصراحه تعبتي نفسك عشاننا. طبعا حبايب مامي جدا، وقفت 10 دقايق بطبخ لكم، دي احلى حاجه. وزي ما انتوا شفتوا قد ايه فوائد الكاري عظيمه، فدخلوه في اكلاتكم، والولاد هيحبوه على فكره، من الحاجات اللي الولاد بيحبوها، وما خدناش حاجه. طيب لو انتي مش عايزه تحطي كاري هتعملي زي اللي انا عملته ده بالظبط، بس من غير كاري بس كده، ما تقلقيش. خايفه عليا رنوني والله. حبيبتي اهو بنسويه اهو، خلاص تعالوا بقى نروح جايبين الطبق الحلو، اي طبق تقديم شايفين اهو، اروح جايبه كده واروح القوه، اروح عامله كده بس كده، واروح مطلعه تمام تمام. اروح عامله ايه دلوقتي، شايله الطبق ده اهو بس كده خلاص، اخد معايا اي حاجه لما نحط ورا ولا حاجه اهو. نحط ايه بقى، استنى بس نمسح هنا ونبدا نرصص، نحط بقى اللي احنا عملناه ده بقى على الجناب، وكمان نحطه في النص اهو. ممكن شوية بقدونس يا سعيد عشان نزين بيهم، جبتلي شكرا يا فندم ميرسي. احنا لازم نجيب سعيد معانا. لازم طبعا. اهو نيجي بقى الحاجة نقدم فيها اهو، شايفين ربط ازاي، عايزين تخففوه شوية خففوه، اروح حاطه هنا اهو. بس الصوص ده بقى مش عايزه اقول لكم حلو جدا مع الرز، تحفه. نبدا بقى كمان نرصص على الجناب. اي خدمه. عشان بس تعرفوا اني احسن من المطاعم، اللي هتدفعوه في المطاعم تعالوا ادفعوا عندي. اهو نوزعه كده. بتقول لي رنا في المطاعم لما بنروح ناكل الاكل الهندي
بيدونا بولو صغننه كده وبندفع قد كده، فبقى يعني بحاول اعمل شغل عليها. بقول لها تعالي بقى عندي وانا هاكلك، واللي هتدفعي في المطعم يا ستي انا راضيه بيه. اهو ايه الصوص، بس ما يبقاش كتير عشان ايه ما ينزلش. ابدا بقى اجيب الصوص بقى كمان واروح عامله بيه ايه خطوط كده اهو. اللون ده بقى نكسره بايه؟ طبعا نكسره برشه بقدونس او بفلفل حامي. الناس اللي غاويه بقى الفلفل الحار زي حالاتي كده، هفضل اقول لكم ان انا بحب الاكل شويه سبايسي، فعزهم بقى ان هم يرشوا شويه فلفل اخضر حامي على الوش. عايزين زي ما قلت لكم تخففوه في شويه لبن، خففوه زي ما انتوا عايزين. بس ايه نشيل كده وايه هقول لكم. حاضر حاضر انا هاخده تاني، انا بس كنت بروق. ونقول الو يا سلمى، يا سلمى، سلمى انا سامعاه، سامعة التلفزيون، انا سامعة صوتي. عارفة انت لو وطيتي التلفزيون وسمعتيني من التليفون هتسمعيني على طول. سلمى، سلمى راحت صح؟ كلمينا تاني يا سلمى. كلمينا تاني، اي حد يكلمنا مهم جدا ان هو يوطي التلفزيون ويسمعنا من التليفون عشان احنا نسمعه وهو يسمعنا، والمكالمه ما تبقاش ايه مش مظبوطه. بس زي ما قلت لكم بقى انا بحط عليه بقدونس، وانتوا تحطوا ممكن كمان تحطوا فلفل حامي بيكون طعمه جنان. قلت لكم الاكله دي مستوحاه من المطبخ الهندي، لكن هي فكرتي وبس. ايه يعني كنت مش عارفه اعمل في يوم اكل ايه. عملته طبعا طبعا، الاكله دي انا عملتها من سنين وقدمتها على صفحتي وكمان على السوشيال ميديا. مش عايزه اقول لكم عجبت اي حد جربها ازاي، لان الكاري فعلا طعمه حلو جدا في الاكل.